احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ OSPF وشفنا الـ OSPF من نوعية الـ Link State Protocol، وقلنا انه الـ OSPF يعتبر من اكثر البروتوكولات استخداما دلوقتي، لان هو كلاسلس بيسبورت سبنيتنج وبيقدر يعرف التوبولوجي الكاملة كلها. وقلنا ان هو قايم على فكرة الـ Area Design، وقلنا انه الـ Area مجموعة راوترات تشترك فيه نفس الـ Link State، واتكلمنا عن الـ ABR والـ ASBR والـ Backbone Router. تمام، واشتغلنا المرة اللي فاتت التوبولوجي كانت سنجل اريا، اريا واحده بس. المره دي بقى انا عامل ثلاثه اريا، اريا 0، اريا 1، اريا 2. تمام، يعني عامل النوع ده من الشبكه اسمه ايه لما يكون في سويتش ما بين الراوترات. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن انواع الشبكات في الـ OSPF، دي اسمها ايه النوع ده؟ لما كنا بنتكلم عن الهلو 10 ثواني ومش 10 ثواني، بس قلنا حسب النوع بتاع الشبكه النوع ده اسمه ايه؟ اللي ذاكر محاضرة المرة اللي فاتت، لما يكون في سويتش ما بين الراوترات ده اسمه ايه؟ وما يكون وصلة مباشر ما بين الراوترات دي اسمها ايه؟ دي النوع ده له اسم والنوع ده له اسم. لا مش عارف كابل. النوع الشبكة هنا لما يكون وصلة مباشرة ما بين الاثنين ده اسمها ايه؟ يعني راوتر بيتكلم راوتر ما في سويتش، اسمها بوينت تو بوينت. وقلنا ان المره اللي فاتت دي اسمها ايه؟ برودكاست مالتي اكسس بي ام ايه، صح؟ لما يكون في سويتش ما بينهم. طيب، فانا عشان كده حاطط كمان اكتر من نوع من الـ OSPF نتورك في التوبولوجي دي. طيب، انا عندي ايه بقى؟ انا عندي الاريا 0 من كلاس سي 192 168 1 0، وعامل اريا 1 2 0، وعامل اريا 2 3 0. ماشي؟ طيب ركز جدا في المطلوب عشان هتعملوها دلوقتي. المطلوب هو ان انا اريا 0 هتضم مين؟ هتضم الشبكه اللي هي الواحد 0 مع اللوب باك وحايد واثنينات وثلاثات. وصلت؟ تاني، اريا 0 المفروض هيكون فيها الشبكات دي، الواحد 0 مع وحايد مع اثنينات مع ثلاثات، يعني يوم ما تذيع الشبكات دي هتذيع تبع اريا 0. ماشي؟ طب الشبكه 1 0 الايبات متوزعه اهي، 1 1 واحد اتنين واحد تلاتة، ماشي الكلام؟ يبقى ناخد النوتس بتاعتنا عشان نكون مركزين واحنا شغالين. اريا زيرو نتوركس دي هتشمل مين؟ الواحد زيرو، صح كده؟ وهتشمل ده وهيشمل ده وهيشمل ده، ماشي؟ كل دول تبع اريا مين؟ اريا زيرو، ماشي؟ عشان ما تنساش. طيب اريا واحد هتبقى فيها كام؟ الاثنين زيرو واربعات، ماشي؟ يبقى اريا 1 هيبقى فيها الاثنين زيرو والشبكه الاربعات، ماشي؟ والشبكه بقى اريا 2، اريا 2 هيبقى فيها كام؟ الثلاثه زيرو مع الخمسات. دي التوزيع اللي انا عايز اعملها عشان لما ازيع الجمل دي ابقى انا عارف ان كل شبكه تبع انهي اريا. حلو الكلام؟ يبقى ده المخطط اللي انا عايز انفذه. عايز الشبكه 1 0، ماشي؟ عايز الشبكه 1 0 مع الوحايد مع اتنينات مع تلاتات تبع مين؟ اريا 0، عشان لما نزعها دلوقتي. اريا 1 هتضم شبكتين 2، 2 0 مع 4، اريا 2 هتضم شبكتين 3 0 مع 5، فتحس ان 5 مع 3 0 تبع مين؟ اريا 2، واربعات مع 2 0 تبع مين؟ اريا 1، وكل اللي على الشمال ده تبع مين؟ اريا 0. شفت انا قسمتها ازاي؟ طيب لما نبدا نعمل كونفيجريشن هنعمل ايه؟ هنيجي على الراوتر الاولاني ده، ركز في الشغل العامل عشان مطلوب منك تعمله دلوقتي حالا. حلو، انيبل وكونفيجي انترفيس فاست 0 على 0 نو شوت داون. مش انا قلت لك ان الشبكه دي 1 0؟ يبقى ده 1 1 واحد اتنين واحد تلاتة، ماشي؟ يلا اي بي ادرس 192 162 واحد واحد، ماشي الكلام؟ او ميلو اكس. انا كده عملت الانترفيس الفاست، فاضل انترفيس مين؟ زي ما عملنا المره اللي فاتت لوب باك، انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس واحد، والماسك بتاعنا يبقى سلاش كام؟ 32. ادي كده تمام؟ يبقى كل اللي انا عملته عملت اثنين انترفيس، واحد لوب باك والتاني فيزيكال. طب عايزين بقى نزيع بالـ OSPF.
اقوم قايل له راوتر هو السي بي اف الرقم ده اسمه ايه؟ ايه الرقم اللي بعد الامر ده؟ طب محدش فيكم ذاكر محطه مخرج؟ محدش بص فيها؟ الرقم ده اسمه البروسيس اي دي، قلنا لا يشترط ان يتشابه ما بين ايه؟ ما بين الراوترات. طيب الراوتر اي دي هيبقى 1111. لو انا عايز ازيع الشبكات قلنا الاحسن ان انا احطه قدام عينيا مين؟ الراوتنج تيبل صح؟ دو شو اي بي راوت. انا عندي اللوب باك وعندي الشبكه 1.0، فانا هقول له نتورك 1111 الوايلد كارد ماسك بتاعها عشان ده سلاش 32 هيبقى كام؟ 4 اصفار، ده تبع مين؟ اريا 0. هو ما يقول له نتورك 192.168.1.0، ها عايز اماتش اول 3 0.0.0.255، ده تبع مين؟ اريا 0. سالي الكلام، يبقى انا اديت اي بهات للراوتر ده وزعت كمان الشبكتين بتوعه الوحيد تبع اريا 0 و1.0 تبع مين؟ اريا 0. ها حد عنده اي استفسار في ده؟ طيب نتنقل على الراوترات اللي في النص ونركز كويس قوي قوي ماشي؟ خد بالك انا عندي الراوتر ده الانترفيس الفاست ده هيبقى تبع اريا 0 اللي هو واحد كام؟ 1.2. اما السيريال 2.1 ده تبع مين؟ اريا 1. فتاخد بالك يبقى 2.1 تبع اريا 1 الاثنينات مع ال 1.2 تبع مين؟ اريا 0. فنجيب التوبولوجي دي كده وناخد الراوتر ده كده على الجنب عشان يبقى شايفين احنا شغالين على ايه. انا هقول له انيبل وكونفيج. هنعمل ثلاثه انترفيس صح؟ واحد فاست، واحد سيريال، واحد لوب باك، صح كده؟ الراوتر اللي في النص فيه ثلاثه انترفيس. انترفيس فاست 0 على 0، نشط داون الجميل، والاي بي ادرس ده هيبقى كام؟ 1.2. صح كده؟ كده انا خلصت الانترفيس اللي على الشمال، فاضل اللي على اليمين، اللي على اليمين. انترفيس سيريال 2 على 0 نشط داون اي بي ادرس 192.168.2.1 وادي الانترفيس اللي على اليمين. فاضل اللي فوق مين بقى؟ اللوب باك العادي انترفيس لوب باك 0 واي بي ادرس 2.2.2. صلاة الله وبركاته. يبقى كده انا عملت كونفيجر كام انترفيس؟ ثلاثة، واحد فاست وواحد سيريال ولوب باك. تمام، نزيع الكلام ده الى او اس بي اف، اقوم الى راوتر او اس بي اف 1 راوتر اي دي ها 2.2.2.2 نتورك. ركز ركز كويس قوي، انا قلت انا عايز اثنينات تبع مين؟ اريا 0، هيبقى 2.2.2.2 0.0.0.0 تبع اريا مين؟ اريا 0. وعايز الشبكه 1.0 تبع مين؟ اريا 0. نتورك 1.0 تبع مين؟ اريا 0. اما الشبكه اللي على اليمين 2.0 تبع اريا مين؟ اريا 1. تمام، فيبقى نفس السطر ده اريا 1 بس الشبكه هتبقى كام؟ 2.0. والله حلو، شايف حتى هو شاف مين؟ شاف النيبر اللي عملته قبل كده وحي. يبقى الراجل ده شاف الراوتر ده، شاف الراوتر ده، يبقى كده ماشيين كويس. طيب خلصت انا ده، نعمل جامب على بعد منه الاربعات بتاع اريا كام؟ اريا 2. يلا ادي الاربعات. انا عندي اولا ها عندي السيريال انترفيس هيبقى كام؟ 2.2 وعنده لوب باك كام؟ 4. يلا هقول له انيبل وكونفيج انترفيس سيريال 2 على 0 نشط داون اي بي ادرس 192.168.2.2 بلس عادي بدون مشكله ماشي. وانترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس، انا قلت الراوتر اللي على اليمين ده كام؟ 4 4 4 4 4 ماشي. هو ما قايل له راوتر او اس بي اف 1 الراوتر ده هيبقى كام؟ اربعات نتورك اربعات دي تبع اريا مين؟ كل الاثنين دول تبع مين؟ اريا 1 سواء دي او سواء دي هيبقى اريا 1 والنتورك هتبقى 2.0 تبع اريا كام؟ اريا 1. المفروض ده بعد ما اعمل السطر ده يشوف الراوتر اللي قبل منه صح اللي هو كام؟ اثنينات ماشي؟ او مايلو انتر وانا انتظر الرساله ماشي؟ حلو جدا، يبقى انا كنت مستني دي. تمام؟ طيب كده لو حبيت تختبر النص اللي فوق من النتورك
الراجل الوحيد ده مش يقدر يبلغ على اربعات صح؟ يعني لو جيت اختبر دلوقتي من قبل ما اكمل شغلي قمت قايله كده لو سمحت اعمل لي بينج على اربعات ده اقصى الشمال لاقصى اليمين فوق اعمل له انتر اهو بيبلغ كل علامات التعجب ايه؟ خمسه سكسس تمام يبقى انا كده ماشي كويس. ناخد الراوتر اللي في النص ده اللي عليه الضوء تمام؟ هو ميل وانيبل وكونفيتي وانترفيس نبدا الاول الفاست اللي جوه يلا فاست 0 على 0 نو شوت داون اي بي ادرس ها 192.168.1.3 وانترفيس سيريال 2 على 0 نو شوت داون اي بي ادرس اللي تحت ده هيبقى 3.1 واللوب باك بتاعي يبقى كام؟ 3 انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس 3333 ماشي سهل الكلام كلام جميل عايزين بقى نزيع الكلام ده يبقى راوتر اوسبيف 1 الراوتر اي دي هيبقى 3333 نتورك احنا اتفقنا تلاتات مع الواحد 0 تبع مين؟ اريا 0 يبقى 3333 ده تبع ايه؟ اريا 0 هو نتورك 1 0 ده تبع مين؟ اريا 0 اما اريا 2 فالشبكه بتاعتها كام؟ ال 3 0 صح؟ انا عندي ال 3 0 دي تبع مين؟ اريا 2 المفروض رساله النيبر ما الراجل ده يشوف كام نيبر؟ 2 الوحيد واتنينات صح؟ لان ده هيشوف الراوتر اللي فوق والراوتر اللي على الشمال كده الامور تمام فاضل لي اخر راوتر اعمل له كونفيجر اللي هو ده ال 3 0 مع ال 5 تبع كام؟ اريا 2 اقوم فاتح الراوتر واعمل له سي ال اي انيبل وكونفيتي انترفيس سيريال 2 على 0 نو شوت داون اي بي ادرس ها ده يبقى 3 2 لان الاشاره 3 1 وانترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس هيبقى كام؟ 5 حلو قوي وراوتر اوسب اف 1 الراوتر اي دي هيبقى كام؟ 5 النتورك 5 طب اريا كام؟ اريا 2 ونتورك ال 3 0 طب اريا كام هو كمان؟ اريا 2 المفروض اشوف اللي قبله نيبر اللي هو تلاتات صح؟ يبقى خمسات بيشوف تلاتات واربعات بيشوف اتنينات ده تحت وده فوق منتظر رساله شاف تلاتات حلو قوي التست بتاعك الجميل بقى ايه؟ هسأل سؤال والسؤال ده مفتوح للناس اللي معانا على الزوم. راوتر واحد ده المفروض يشوف كام شبكه او اس بي؟ بص كده وجمع وقول لي. ماشي صح الله بركاته. الراوتر الاولاني لما اقول له شو اي بي راوت او اس بي المفروض يجيب لي كام شبكه؟ عد وقول لي. كويس النت قطع. النت قطع صح؟ جاب كرة أرضية تحت إيه معناه إيه؟ نو انترنت أكسس صح؟ ماشي؟ طيب يا شباب السؤال إيه؟ اليوزر أي تي أدمن آت 2022 أدمن آت 2022 ماشي؟ هطرح السؤال مرة تانية دلوقتي الراوتر اللي على شمالي المفروض يشوف كام شبكة أو إس بي إف؟ الناس النت قطع يا اخوانا بس ارتاحوا بقى عشان انت تحضر على الزوم احضر على الزوم يا رب ما يجي انا كده احسن كده تمام السؤال مره ثانيه ايه حاضر ده رقم كام؟ 17 ده تمام؟ طيب السؤال مرة رابعة الراوتر ده المفروض يشوف كام شبكة او اس بي؟
لو جينا نعد كده هنلاقي كام؟ ادي لوب باك 2 3 4 5 6 ست شبكات او اس بي اف. راوتر واحد المفروض يجي لي لما اعمل شو ست شبكات. عد معايا كده، هروح على الراوتر ده واقوم قايل له شو اي بي راوت او اس بي اف. عد كده معايا 1 2 3 4 5 6. معنى ذلك ان الراجل ده يقدر يجيب اربعات وخمسات دلوقتي، الشبكه كلها قاريه بعض. يعني الراجل ده لما يعمل بينج على خمسات شغال، على اربعات برضه شغال، ما عندكش مشكله. تمام، سهل الكلام؟ ماشي. يبقى الملحوظه اللي انا عايزها منك ايه في التوبولوجي عشان تبقى انت شايف. تعال كده نجيب دي في اقصى اليمين، ماشي، عشان اللي حابب يصورها يصورها. ماشي، تعال نجيبها كده عشان تبقى الدنيا واضحه خالص. دي تقسيمه الشبكات اللي انت هتزعها. الشبكه الواحد زيرو، ماشي، مع الوحايد والاثنينات والثلاثات تبع مين؟ اريا زيرو. الشبكه الاثنين زيرو مع اربعات تبع مين؟ اريا واحد. الشبكه ثلاثه زيرو مع خمسات كام؟ اريا اثنين. وفي النهايه هتعمل لي تيست انك لما تعمل شو اي بي راوت او اس بي اف الاقي كام؟ سته. ماشي، هبعت لك التوبولوجي مزمز فيها براحتك. تمام، يلا. طيب المفروض زي ما اتفقنا ان التوبولوجي بتاعتي الاولاني يقرا كل الايه، كل الناس دي. طيب نركز شويه بقى في الاس بي اف اوبريشن. تمام، احنا عندنا علشان الراوترات تعمل نيبر زي ما اتفقنا حسب نوع النتورك. لو انا عندي في شبكات البوينت تو بوينت، يعني انا هي راوتر موصل مع راوتر تاني بدون سويتش. تمام، النيبر ديسكفري بيتم على المالتي كاست ادرس 224.0.0.5. تمام، 224.0.0.5 ده لو انا في شبكات البوينت تو بوينت. تمام، الاس بي اف راوتر لازم يماتش بقى ايه معايا؟ لازم احنا الاثنين نفس الاريا، لازم احنا الاثنين نفس التايمرز، لازم احنا الاثنين لو في باسورد معموله كاثنتيكيشن اس بي اف تكون موجوده، وكمان لازم لو في راوتر فينا معمول ستوب. ستوب معناه انه ما ياخدش كل شبكات الاريا الجديده، ياخد سمري ادرس واحد بس. فلو انا معمول ستوب يبقى لازم الراوتر اللي قدامي ستوب. لازم نماتش في الاربعه دول قبل ما نبقى نيبر. خلاص، يبقى في شبكات البوينت تو بوينت بنعمل تشيك على الحاجات دي الاول قبل ما نبقى نيبر، وبنربط على 224.0.0.5. تمام، طيب هنا بيقول لي اول ما بنكتشف الراوتنج تيبل وكل راوتر يبعت للتاني ال ال اس اي الشبكات اللي عنده، كلنا هيبقى عندنا نفس ايه قاعده البيانات. وطبعا اختيار الشبكات بيكون عن طريق مين؟ الراوتنج تيبل في البيست ايه، البيست بار. في شبكات البرودكاست مالتي اكسس الموضوع مختلف شويه، لان انا عندي سويتش، والسويتش ده ممكن يكون وصل 10 20 30 راوتر. تمام، طيب في شبكات البرودكاست مالتي اكسس بيتم اختيار ديزيجنيتد راوتر وباك اب ديزيجنيتد راوتر. ليه كده؟ لانه لو انا ما عنديش اي انتخابات بتحصل ما بين الراوترات، ونفترض الراوتر اللي تحت ده اهو في شبكه قطعت من عنده، فالراوتر ده ممكن يبلغ الراوتر ده، والراوتر ده ممكن يبلغ الراوتر ده، ويرجع الراوتر ده يقوله على نفس الابديت، هتبقى فوضى. تمام، فلو انا عندي عدد كبير من الراوترات في شبكات البرودكاست مالتي ادرس مالتي اكسس، لازم يتم انتخابات نختار الدي ار والبي دي ار، الديزجنيتد راوتر والنايب بتاعه. الديزجنيتد راوتر هو الوحيد اللي هيتم ابلاغه في اي حاجه تحصل، محدش هيكلم الثاني اعتباطا، احنا هنروح نكلم الدي ار والبي دي ار على عنوان ادرس معين وهم اللي يبلغوا بقيه الراوترات. تمام، يبقى انا عامل مركزيه في الابديت. تمام، يبقى الديزجنيتد راوتر هو الراوتر اللي بيكون اعلى برايورتي. طيب الديفولت واحد، يبقى كلنا طاي، يبقى هنختار اعلى مين؟ اعلى راوتر اي دي فين. ماشي الكلام؟ طب احنا بنكلم الديزجنيتد راوتر على كام؟ على 224.0.0.6، وهو بيكلم بقيه الراوترات على كام؟ 224.0.0.5. عرفت ليه اول ما درسنا اس بي في المره اللي فاتت بيشتغل باثنين مالتي كاست ادرس؟ يبقى لو احنا في شبكات بوينت تو بوينت، راوتر بيكلم راوتر، بنتكلم على خمسه بس، لا في انتخابات ولا دي ار ولا بيكرام. مع البرودكاست مالتي اكسس وجود سويتش وعدد كبير من الراوترات، لازم ننظم المساله.
فهنختار دي ار والبي دي ار الباك اب النايب بتاعه. هنختارهم ازاي؟ مين اعلى فينا برايورتي؟ طب كلنا متساويين برايورتي 1، هنحتكم للاعلى راوتر اي دي. واحنا قلنا المره اللي فاتت ان الراوتر اي دي بيتشكل بطريقه من ثلاثه، يا اما راوتر اي دي كوماند، يا اما اعلى لوب باك، يا اما اعلى فيزيكال انترفيس. تمام. طيب فالباك اب ديزيجنيتد راوتر هو الراوتر اللي بيكون تاني افضل برايورتي. تمام. وزي ما اتفقنا بنكلم الدي ار والبي دي ار على 6، هما يكلموا بقيه الراوترات على 5. ماشي الكلام؟ طيب لو انا خليت راوتر برايورتي 0، ده معناه ان هو مش دي ار ولا بي دي ار، امال هيبقى اسمه ايه بقى؟ دي ار اصغر. نفترض في راوتر من الراوترات هاردوير بتاعه تعبان، كل شويه بيفصل، فانا عايز افصله نهائي من موضوع الانتخابات، لن يتم اختياره، ساعتها خلي برايورتي 0، ده انا مستبعده. تمام؟ طيب تعال بص الكلام ده هنعمله عمل ازاي. لو انا بصيت ماشي، انا عندي اهو زي ما اتفقنا انه الدي ار والبي دي ار بنكلمهم على كام؟ 6، وهم بيكلموا الباقي على 5. طب دي ار اصغر معناه ده معموله برايورتي ايه؟ 0. تمام. طيب بصوا معايا، دي التوبولوجي بتاعي. طبعا لما ابص على الدي ار والبي دي ار هنبص على البوينت تو بوينت ولا بي ام ايه؟ برودكاست مالتي اكسس، طالما في سويتش. تمام. اما دول اسمهم بوينت تو بوينت. طيب لو انا جيت على الراوتر ده قمت قايله انيبل شو اي بي او اس بي اف نيبر، فاكرينه المره اللي فاتت اللي انا بشوف مين النيبرز بتوعي، اقول له انت بص معايا كده. هنا بيقول لي انه اتنينات بي دي ار وتلاتات دي ار اذر. ايه ده؟ ده كده معناها انا الدي ار، مع ان انا الراوتر اي دي بتاعي وحايد، بس علشان انا اول راوتر بدات بيه راح واخد الدي ار. الكلام ده طبعا ما يعجبناش، انا هختار الدي ار بمزاجي. يبقى لو انت مشيت كده بالترتيب على الراوترات، راوتر واحد ثم اثنين ثم ثلاثه، اكيد طبعا الموضوع هيختلف. اول واحد انت عملت له كونفيجر علشان ما حدش يتكلم وهو موجود راح واخد الدي ار. فلو انا بحتكم للاعلى راوتر اي دي المفروض كان يبقى ده الدي ار، وان ده النايب بتاعه، وده يبقى ايه؟ دي ار اصغر. بس الموضوع مش كده، علشان ده بدات بيه راح هو اللي واخد دي ار. تمام. فانا مش هستنى للصدف ان هو يختار كده اعتباطا، انا هلعب على البرايورتي، انا هعلي ده برايورتي وهقلل ده وهستبعد ده خالص. تمام. طيب الزوم فصل على الناس وان الرسائل بتنهال دلوقتي، الزوم ابو 40 دقيقه ده حاجه. فيبقى حسب اللي انا شايفه ده زي ما اتفقنا، ده بيقول لي ان ده بي دي ار وان ده دي ار، دي ار اصغر، اذا انا دي ار. طب انا اعرف الكلام ده منين؟ مش انا عندي الانترفيس اللي انا رابط بيه راوترات فاصل 00 هتعمل الكوماند ده شو اي بي او اس بي اف انترفيس فاست 0 على 0. ده بيجيب معلومات روعه عن الاو اس بي اف وعن حاله الشبكه بتاعتي. انتر. بص كده قال لك انه انترفيس بتاعي اب، ده الاي بي ادرس بتاعي، ده الراوتر اي دي بتاعي، نوع الشبكه بتاعتنا برودكاست. سيبك من الكوست دلوقتي، بص كده ديزيجنيتد راوتر هو مين؟ وحايد. طب الباك اب بتاعي مين؟ اتنينات. هو عين نفسه كده بالاجبار دي ار وراح مخلي اتنينات هو بي دي ار. ماشي. يبقى ده انا اقدر اطلع منه مين الدي ار مين البي دي ار من الكوماند ده. طيب لو انا عايز اغير القلق ده، بصوا بقى انا هعمل ايه؟ ايه رايكم انا هعمل اتنينات هو الدي ار، وهعمل تلاتات هو البي دي ار، وهستبعد ده نهائي لمزاجي. كل ده بالبرايورتي، كل ده بالبرايورتي. البرايورتي هي من 0 ل 255 انا بقى هعلي، او من 1 او من 0 ل 255 انا هاجي على الراوتر ده. ولما تعلي قيمه البرايورتي هيبقى تحت الانترفيس. يبقى القاعده بتقول لو انا عايز اغير البرايورتي عشان الدي ار والبي دي ار لازم انزل تحت الانترفيس. طب ننزل تحت انترفيس مين؟ الفاست ولا السيريال؟ فاست. هو حد يقول السيريال، السيريال ده بوينت وده بوينت، ماليش دعوه بينا. الفاستات دي تابع البي ام اي. ماشي. يبقى تركز وانت شغال. فانا اقول له انيبل وكونفيتي وانترفيس فاست 0 على 0، اي بي او اس بي اف برايورتي، عشان قلت لك انزل تحت انترفيس. مش انا عايز اتنينات ده يبقى هو العمده بتاعنا، انا هحل مثلا 90. ماشي. اقول له انت 90 براحتي، اي رقم انا عايز اديه على واحد، وهنزل على النايب بتاعه هخليه 80.
ووحيد ده هديله ايه؟ صفر، هستبعد. وصلت؟ يبقى انا هنزل على تحت ده اهو، اميل انيبل وكون في تي وانترفيس وصل 0 على 0، اي بي او اس بي اف برايورتي انت 80، انت النايب بتاعه. اما الباشا ده اللي كان فرحان من شويه، طب انت بقى انترفيس انت ايه؟ زيرو. طيب هل الكلام ده ممكن؟ لا، الكلام ده بتعمله وانت بتكونفيجر البروتوكول، تمام. انما حتى لو الاو اس بي اف ما حسش بالكلام ده، هوري لك امر ظريف بيرفرش بروسيس او اس بي اف من غير ما راست الراوتر، تمام. بنرفرش بس البروسيس. يعني لو انا عملت شو اي بي اس بي اف نيبر، ها بص كده الدنيا ظبطت، الدنيا ظبطت تمام. في النسخ الحديثه من الاي او اس هو بيظبطها لوحده. طب لو ما جابهاش هتدي له امر ده كلير اي بي اس بي اف بروسيس، اول ما اعمل انتر واقول له يس كده معناها ريفرش البروسيس دي. يبقى في النسخ القديمه من نظم التشغيل الاي او اس كنت لازم اعمل كلير اي بي او اس بي اف بروسيس علشان اخليه يحس بالتعديلات. في النسخ الجديده من اول فيرجن 15 وانت طالع بيديتكت تلقائي، فهو هنا عشان باكت تريسر 8 في النسخ الجديده فلقطها لوحده، ماشي. فانما ممكن اعمل الامر ده اعمل انتر اهو، اعمل ريفرش مره ثانيه شو اي بي او اس بي اف نيبر، ها بدا لسه بيعمل اكتمال معلومات، شفت ظبطت الدنيا، بقى الباشا ده دي ار وبقى الباشا ده بي دي ار. اذا انا وضع ايه؟ انا كده ما هنا لا دي ار ولا بي دي ار، يبقى انا حالتي ايه؟ دي ار اذر، ده مهمل بقى. طب اتاكد من الامر ده ازاي؟ شو اي بي او اس بي اف ها انترفيس انترفيس فاست 0 على 0، صح؟ عشان اعرف انا حالتي ايه؟ اعمل له انتر اهو، امسك عندك انا الحاله بتاعتي ايه؟ شايف؟ واضحه وصريحه انا دي ار اذر لان انا معموله صفر. بس كده. سهل الكلام. فانا عايزك بقى في التوبولوجي دي هتختار انت بمزاجك، عين دي ار اللي انت عايزه، عين بي دي ار اللي انت عايزه عن طريق برايورتي، وتعمل ايه؟ الكلام ده بالكوماندات. يلا. ادي الاوامر بتاعتي، انا اميل له انترفيس فاست 0 على 0. اي بي او اس بي اف اي بي برايورتي وليكن مثلا 90، وهتعمل الثاني 80 والثاني ايه؟ صفر، ماشي. فانت هتكرر الكلام ده ثلاث مرات، ده براحتي، انا عايز الاعلى ثم الاقل ثم المستبعد، هي انت مدي لك المجال براحتك، ايوه. انما الاعلى واحد هيبقى دي ار واللي بعد هيبقى ايه؟ بي دي ار، تمام. وبعد كده شو اي بي او اس بي اف انترفيس فاست 0 على 0 اشوف الكلام، شو اي بي او اس بي اف نيبر اشوف برضه الحاله دي. سهل الكلام. فهتكمل بقى التوبولوجي الموجود عندك، عين انت دي ار، عين انت بي دي ار، وتاكد ان اختياراتك صح وانه ار برايورتي فعلا. سهل الكلام؟ يلا. صورت الامر دي. اديني تمام؟ انواع ال LSA، تمام. دلوقتي الراوترات لما بتبقى نيبرز مع بعض كل راوتر المفروض بيبعت باكت للراوتر الثاني. فانا عندي ال LSA تايب، في عندي راوتر LSA اللي هي تايب 1، ده بيوصف الراوتر نفسه. يعني ايه؟ يعني بيقول الراوتر اي دي، الانترفيس، الاي بي، الماسك بتاعه. فال LSA دي اول معلومه بتروح الراوترات مع بعض عشان يكون نيبر. وبعد كده ال LSA تايب 2 بتقول مين الدي ار والبي دي ار، واظن ده واضح لما عملنا الامر شو اي بي او اس بي اف انترفيس كذا، كان بيقول لي الدي ار والبي دي ار، بعرف اي بي اف، تمام. ال LSA تايب 3 معناه سمري، ده معناه كل الشبكات اللي جايه من اريا مختلفه، كل الشبكات اللي جايه من اريا مختلفه. طيب لو انا حبيت اشوف انواع ال LSA في الراوتر نشوفهم فين؟ بص معايا، لو انا جيت على الراوتر الاولاني وقمت قايل له انيبل كده شو اي بي او اس بي اف داتا بيس، ها هيقول لي ان التايب 1 تمام، او الراوتر ال اس اي معناه اللي انا عندي احنا ثلاث راوترات، وحايد واثنينات وثلاثات، صح؟ طب هو قاريهم بالاسامي ده ليه؟ لان انا قايل له الراوتر اي دي كده، صح؟ قلت له الراوتر اي دي وحايد او اثنينات وثلاثات، فده قاريهم. ده مين بقى؟ ده الدي ار بتاعنا، فده ايه؟ تايب 2 ال اس اي. واللي تحت دول مين؟ تايب 3 ال اس اي، دول كل الشبكات اللي جايه من اريا ثانيه، صح؟ شبكه ال 2 0 مع 4 تبع مين؟ اريا واحد،
وشبكه 3 0 مع 5 تبع مين؟ اريا 2. تمام. يبقى اذا دول الثلاث انواع ال اس اي. يبقى الامر شو اي بي او اس بي داتا بيز بيجيب لك كل انواع ال اس اي اللي موجوده عندك. طبعا احنا عندنا في سي سي ان ايه 3 ال اس اي بس. في ال ان بي لا بتدرس تايب 4 وتايب 5 وتايب 7، في انواع اكتر الاو اس بي اف ادفانسد ده في ال ان بي، انما على قد ال ان ايه في تايب 1 و2 و3 بس. تمام. حلو، ده بالنسبه لي ال اس اي. طيب النيبور ستيت، ايه اللي بيحصل في النيبور ستيت؟ انا عندي في الاول ده بيبعت هلو ده بيرد بهلو. تمام. طيب لو انا بعت هلو ما تردش عليا بيبقى في حاله اسمها داون ستيت. داون ستيت. تمام. طيب انا بعت هلو وانت بعت هلو، هنخش في مرحله اسمها الانيت انيشاليز. في المرحله دي تحديدا هنعمل تشيك. هنعمل تشيك على ايه؟ الحاجات الاربعه اللي قلناهم، احنا نفس الاريا اي دي ولا لا، احنا نفس الماسك ولا لا، هل في اوثنتيكيشن باسورد ولا لا، نفس التايمرز ولا لا. لازم نشيك، لازم ناجري على معايير معينه ولا مش هنبقى نيبور. يعني لو انا عندي راوتر بيقول هلو 40 وراوتر بيقول هلو 10 مش هينفع يبقى نيبور. لو ده ماسك وده ماسك تاني مش هينفع. ما ينفعش اريا واحد مع اريا زيرو ما تجيش. خلاص يبقى وقت ما تيجي تعمل توبولوجي او اس بي اف وتلاقي النيبور مش اب معناه في حاجه غلط. انت كاتب حاجه غلط في الامر. تمام؟ طيب بعد ما عدينا مرحله الانت والتشيك بتاعنا، الحد الادنى من النيبور تو واي. الحد الادنى من النيبور نبقى تو واي. طيب المفروض بنكمل ايه بقى؟ بنكمل تبادل ال اس اي. بنخش في مرحله اسمها اكس ستارت، اكس تشينج بقى تبادل. انا هبعت شبكات اللي عندي، انت تبعت شبكات اللي عندك. تمام؟ طيب بعد ما نعمل اكس ستيت، مرحله اللودنج، نرفع الكلام ده في الميموري، نرن الجوريزم عليه لحد ما نوصل الى فل. فل يعني اكتمال المعلومات، انا عارف كل حاجه عنك وانت عارف كل حاجه عني. تمام. فالمراحل دي كلها اسمها النيبور ستيت. يبقى بدايتها الداون ستيت ان ما حدش رد عليها اللو. بعد كده بنخش في الانت، عمليه التفاوض والاتفاق على معايير معينه. بعد كده تو واي، شد خط، ده الحد الادنى. في الاكس ستارت هيتم اختيار ماستر وسليف. الماستر هيكون مين؟ الاعلى في الراوتر اي دي، والسليف الاقل في الراوتر اي دي. الماستر يبعت معلوماته الاول وبعد كده السليف يبعت معلوماته للماستر. بعد عمليه الاكس ستارت والتبادل دي هيبقى لودنج، نحمل الكلام ده في الميموري ونرن الجوريزم. تمام. هيبقى فل. طيب طيب بص اقول لك على حاجه. مش احنا اتكلمنا ان انا عندي نوعين من النتورك؟ تمام. او احنا عندنا ثلاثة بس اللي شفناهم لحد دلوقتي هم نوعين بس. النوع اللي قدامنا ده اسمه ايه؟ بوينت تو بوينت. ماشي. طالما انا عندي النوع بوينت تو بوينت هنوصل لفل على طول. ليه؟ ما عنديش دي ار ولا بي دي ار ولا الكلام ده. ده بيدي بيانات وده بيدي بيانات، ده راوتر بيتكلم راوتر. تمام. انما لو انا في شبكات البرودكاست مالتي اكسس، تمام، قاعده كده حطها في بالك في الاو اس بي اف، بنوصل لفل مع اتنين فقط، الدي ار والبي دي ار. هتقول لي معناه ايه الكلام ده بقى؟ هقول لك يعني لو اتحط دي ار اذر زي حالاتي او برايورتي زيرو هنبقى احنا الاثنين تو واي. شفت لك الحد الادنى ان تو واي؟ خلاص؟ وتعالى اثبتها، تعالى اثبتها عملي. بص كده، انا عندي دلوقتي لما اجي على الراوتر الاولاني ده، مش ده الدي ار وده البي دي ار بتاعي؟ اذا هيبقى فل. اهو بص معايا كده في الراوتر ده، شو اي بي او اس بي اف نيبور، بيقول لي ان العلاقه ما بيننا ايه؟ فل، احنا تبادل كامل. طيب مش انا راوتر واحد ده انا دي ار اذر؟ طب ما نركب راوتر رابع واحل دي ار اذر ونتفرج، صح؟ ايه رايك؟ اقوم منزل راوتر اهو 2901، شد لي الكابل لو سمحت. ماشي؟ وقمت جاي على الراوتر ده، قمت قايل له هنخليه تبع اريا زيرو بالمناسبه. ماشي؟ اقوم قايل له نو انيبل وكون في تي انترفيس جيجا 0 على 0. ها؟ ونو شوت داون. والاي بي ادرس بتاعه 192.168.1 مثلا 5. وقبل ما انسى دوت 0، صح؟ اي بي او اس اف برايورتي كام؟ 0. انا عايز اعمل انا كمان دي ار اذر. ماشي؟ اقوم قايل له راوتر او اس بي اف 1 الراوتر اي دي وليكن مثلا اي حاجه. ماشي. النتورك اريا كام؟ اريا 0.
دلوقتي لما اجي على الراوتر ده شو اي بي او اس بي اف نيبر، ها عايزين بس ننتظر لما ايه يتبادل بيانات كده، شاف واحد واثنينات ها. بص معايا كده شاف الازاحه حالاتي ايه، وهو منطقي ليه؟ اصلا انا عارف ان الدي ار والبي دي ار هم عندهم اب تو ديت انفورميشن صح، مش دول اللي بنبلغهم على 06 عندهم احدث معلومه، فالكحول اللي زي حالات الدي ار اذر انا اعمل معاه تبادل كامل ليه؟ انا يهمني مع اللي عنده احدث معلومه دي ار والبي دي ار، فبيبقى عندي دي ار والبي دي ار فول، دي ار اذر ودي ار اذر تو واي، وده الحد الادنى. تو واي معناه اللي احنا نيبر بس ما عندناش داتا كامله، هنروح نجيبها منين من دي ار والبي دي ار؟ يعني انا لما يبقى عندي فول مع دي ار والبي دي ار وهو يبقى دي فول مع دي ار عشان ما نتبادلش ترافيك على الفاضي، انا دي ار اذر يعني ما عنديش احدث معلومه وانت دي ار اذر ما عندكش احدث معلومه، احنا الاثنين نحتكم لمين؟ الدي ار والبي دي ار بتوعنا، يبقى فول معاه. واديك شايف المنظر اهو، ها فول مع البي دي ار فول مع دي ار، اما واحد شبهي كده تو واي، اذا قلت لك ده الحد الادنى صح، يبقى تبادل معلومات كامل مع دي ار والبي دي ار هم عندهم احدث داتا، اما تو واي زي حالاتي ده. قول. انا مش فاهم بس بشكل عملي يعني ممكن فكره الدي ار والبي دي ار لما يجي لك فولدر يعني لازم تقول لي بعد مثلا هو كده كده الشبكه موجوده. اه. الانترنت موجود. ده مالهاش دعوه بالانترنت، ده لها مثلا انها منطقه صناعيه وانا عندي مثلا مجمعات مخازن و و فانا مقسم شبكات وعامل راوترات تمام. فانا اختار اعلى راوترات في الهاردوير او كفاءه او سرعه اكلها دي ار والبي دي ار، لان انا مربط المنطقه الصناعيه دي كلها او اس بي اف ممكن يكون فيها 50 شبكه تمام و10 راوترات، فانا انقي افضل راوترات تبقى هي الدي ار والبي دي ار هي اللي عندها احدث حاجه، وبقيه الراوترات على حسب بقى، لو شاف ان في راوتر تعبان اديله دي ار اذر، راوتر كويس على حسب انت ايه التوبولوجي معاك. فدايما حته الدي ار والبي دي ار والكلام ده يهمني لو انا في بي ام اي، اما راوترين اتنين بوينت تو بوينت مش فاهم الكلام ده خالص تمام. ولذلك لو انت بصيت في الراوتر ده الاخير اللي على اليمين ده قمت قايل له انيبل شو اي بي او اس بي اف انترفيس سيريال اثنين على زيرو، بص بيقول لي ان العلاقه ايه؟ ان هو شبكه بوينت تو بوينت، ولذلك شو اي بي او اس بي اف نيبر هيبقى احنا ايه؟ فل، مفيش دي ار ولا بي دي ار مفيش انتخابات اصلا، ده احنا راوترين اثنين تمام. فدايما البوينت تو بوينت فول على طول مفيش دي ار ولا بي دي ار ماشي، الانتخابات دي مع البي ام اي مع السويتش. سهل الكلام؟ كلام جميل. طيب حاجه ثانيه كمان، نفترض ان الراوتر الرابع ده طالع على الانترنت، طالع على الانترنت تمام، وعايز اقول للراوتر ده او الراوتر ده يقول كل الراوترات اللي قبل منه انا الديفولت راوتر بتاعه، نفترض ان الراوتر ده اهو ورا منه بيجي 20 راوتر، واحنا عارفين الديفولت راوتر هو ايه؟ اي بي راوت اربع اصفار، اربع اصفار اي حاجه ما اعرفهاش اروح اكلم الجيت واي ده، فده المتحدث الرسمي بتاعنا ده اللي بيطلع نت، وعايزه يبلغ كل اللي ورا منه انا الديفولت راوت بتاعك، اللي عايز اي حاجه يسالني انا تمام. ففي طريقه اللي انا ازيع الديفولت راوت اللي انا عامله في الاو اس بي اف عن طريق امر اسمه ايه؟ ديفولت انفورميشن اوريجينيت تمام. ولذلك هنعمل لعبه ظريفه، ركز كده في اللي انا هعمله. انا هاجي في الراوتر ده هو مايل له كونفيج انترفيس لوب باك 9 اي بي ادرس 9 ماشي، انا عامل انترفيس لوب باك 9، هسالك سؤال هل الشبكه 9 دي اي حد من دول يعرفها؟ لا. طب دليلك ايه؟ اهو تعال لي كده شو اي بي راوت او اس بي اف، هتلاحظ ان مفيش حاجه اسمها تسعات هنا. اذا دلوقتي بالمنظر اللي انت شايفه ده لو انا جيت ابنج على لو انا جيت ابنج على تسعات يرد؟ مستحيل، انا مستحيل اوصل لشبكه مش عندي في الراوتنج تيبل، هي القاعده واضحه. هو بص بعينك كده اهو بينج 9 9 9 9 يفضل من هنا لبكره دوت دوت فيلير كامل تمام. يبقى دي شبكه غريبه عني اللي هي اللوب باك دي، وانا قصدت اعمل كده تمام. طيب لو انا عايز اقول بقى كل الراوترات اللي ورا مني دي، اللي عايز يسال اي حاجه ما يعرفهاش يجي عن طريقي هنا، يبقى انا هنصب نفسي ديفولت راوتر وازيع الكلام ده بالاو اس بي اف كل ورا مني ماشي. يبقى انا هعمل اجراءين، يبقى انا قصدت ان انا اعمل شبكه غريبه هنا ولا حد يعرفها،
فمحدش عارف يوصل لها، بس انا هساعدهم اقول لهم اللي عايز يوصل اي حاجه يجي لي، مالكش دعوه هي شبكه ايه، ان شاء الله تكون شبكه متناه، انت عايز تعرف اي حاجه تعال لي انا. ده اسمه لا ينفع اي، بص اي راوتر فيه ممكن على ده، ممكن على ده براحتك. احنا قلنا تعريف الديفولت راوتر اللي هو ايه، الاكزيت انترفيس خلاص، او ده بيسموه لاست ريزورت الملاذ الاخير، ده بيكون الراوتر اللي هو خلاص طالع نت وعايز ابلغ كل اللي قبل مني ان اي حد عايز يعرف اي حاجه يسالني انا، فانا بعين نفسي انا ديفولت راوتر. فبص هنعملها ازاي، انا مثلا هاجي على الراوتر ده واعمل له اي بي راوت 4.0.4.0، يبقى انا كده رايح اعين نفسي كديفولت راوت، اقول والله ان الديفولت جيت واي بتاعي وليكن مثلا 200. طيب دو شو اي بي راوت، هتلاحظوا ان انا عندي هنا اس نجمة، بس كل اللي ورا مني ما يعرفش حاجه عن السطر ده. طب انا عايز احط السطر ده اهو في الاو اس بي عشان يطلع لكل اللي ورا مني، نعملها ازاي؟ وضع بسيط خالص، راوتر او اس بي اف 1 ديفولت انفورميشن اوريجينيت، ديفولت انفورميشن اوريجينيت، اعمل انجكت، حط الديفولت راوت ده في رساله او اس بي اف وبعتها كل الايه؟ كل اللي ورا مني. فاول ما اعمل انتر ماشي، تعال اوريك بقى تاثير الامر ده هنا، شو اي بي راوت او اس بي اف، ها هيظهر سطر جديد كمان شويه، يلا يا بطيء امسك عندك. بص كده او نجمة معناه ان ده ديفولت راوت، بس جالي بالاو اس اف بالاو اس بي اف، واي 2 معناه اكسترنال تايب 2، مش موضوعنا دلوقتي، بس انا بقول ايه، ان اي 4 اصفار معناها اي حاجه ما اعرفهاش اروح اسال مين، 1 2. فاذا من شويه انا كنت ببنج على التسعات، اطلع كده فوق، لما انا كنت ببنج على التسعات بص كان جاب ايه، وكلهم فيلير 100% 0% ايه سكسس، انما انت لما ببنج على التسعات شايف تبالك، يبقى كل المفتاح بتاع اللعبه اللي انا ايه، انا عينت نفسي ديفولت راوتر ورحت زي عديد كل اللي ورا مني بديفولت انفورميشن اوريجينيت. سهل الكلام، افترضت ما الجيت واي بتاعي لازم يكون من اي بي عندي، فانا اي بي 2 كذا، فافترضت ان راوتر فودافون او اتصالات مثلا 200. المهم انا عايز اعين نفسي ديفولت راوت، وصلت؟ يبقى انا عينت نفسي ديفولت راوت وزعت الكل اللي قبل مني بكوماند بسيط خالص، ديفولت انفورميشن اوريجينيت. تمام، اخر حاجه في الاو اس بي اف بقى علشان نقفل القصه دي، الكوست بيتحسب ازاي هنا ماشي، الكوست المعادله بتاعته بسيطه جدا، ريفرنس باندوث على الانترفيس باندوث. الريفرنس باندوث باي ديفولت في راوترات سيسكو هي سرعات 100 ميجا بت بير سكند، يعني دايما في الباست فوق 100. طب في المقام الانترفيس باندوث، فاذا كنت على انترفيس فاست يبقى 100 على 100 تساوي كام؟ 1. تمام، ولذلك انا لو جيت على الراجل ده اهو قمت قايل له شو اي بي او اس بي اف انترفيس فاست 0 على 0، بص بيقول لي الكوست بتاعنا كام؟ اشمعنى؟ لان الانترفيس فاست ب 100 والريفرنس باندوث فوق ب 100، 100 على 100 فيها 1. انما لو فتحت كالكوليتور كده وقلت له انا عايز ال 100 على 1544 سرعات السيريال ل 1.5 ميجا بت بير سكند، 1.5 ميجا، يبقى لما اقسم 100 على 1544 بص الرقم هيطلع لي كام؟ 64 وشويه. ولذلك لو انا جيت على الراوتر الاخراني ده اهو وقمت قايل له شو اي بي او اس بي اف انترفيس كذا، بص الكوست كام؟ 64. يبقى هي اللعبه كده، الكوست معادلتها بسيطه، ريفرنس باندوث على الانترفيس باندوث، دايما اللي فوق دي 100. طيب في اشكال، نفترض الشركه بتاعتنا عملت احلال وتجديد وراحت عامله الشبكه كلها 1 جيجا كابلات كات 6 وراوترات انترفيس جيجا هولد، يبقى غلط اللي انا اسيبه يحسب على السرعه 100، لازم اخليه يحسب على الريفرنس الجديد اللي هي كام؟ ال 1000. يبقى علشان اغير طبيعه حساباته والكلام ده لازم يتعمل على كل الراوترات، هنعمل ايه بقى؟ كونف تي راوتر او اس بي اف 1 اوتو كوست ريفرنس باندوث، اوتو كوست يعني طريقه حسابات الكوست بقى من هنا ورايح هيبقى على كام؟ 1000، وهيطلع لي رساله ان الكلام ده لازم يبقى كونسيستنت ثابت على كل الراوترات. خلاص، يبقى طريقه حسابات الكوست بشكل معتاد ريفرنس باندوث اللي هو السرعه 100 ميجا بت بير سكند على ايا كان انترفيس اللي انت فيه، ويجب تعديلها لو انا عندي جيجا انترفيسز، ما ينفعش اسيبها على 100،
انه كده يحسب غلط. لا ما انا بقولك انا المفروض بظبطها حسب الفيزيكال توبولوجي اللي انا فيه. تمام؟ فلو انا عندي كلها جيجا اصل الواحد ونص ده بيكون على الوان مش اللان. يعني الكابلات السيري دي بتاعت الوان، وطبعا سرعات الوان اقل بكتير جدا من سرعات الجواب شبكه. احنا عندنا في اللان اقل حاجه 100 وفي جيجا في 10 جيجا في اعلى. تمام؟ فهو جوه في اللان بيكون اعلى بكتير منين؟ من الوان. تمام؟ بس كده. ده كده خلص الاسم الديفولت راوت الكوست. تمام؟ ودي طبعا المصطلحات اللي ايه؟ اللي اتعلمناها. يبقى اللي استفدناه النهارده انه